ماهر فؤاد 60 سنة، مهنة السعدي مهنة وراثة أساسا من ساعة لما تخرجت من الجامعة. أنا خريج كلية تجارة دفعة 79، وابتديت بقى يعني ما استلمتش الوظيفة وابتديت أشتغل في الساعات من سنة 81 بالظبط، أوتوماتيك وعادة. وبعد كده بقى نزلت بقى الساعات البطارية رقمية وديجيتال وأنالوج. يعني أنا دخلت في الشغلانة الأول مبيعات، يعني كنت ببيع قطع غيار وكده، وكنت أبص للي بيشتغلوا وهم بيصلحوا بالنظر، وبعد كده أجيب الساعة وأفك أنا بنفسي وأوصل للعيب وهكذا. الساعات مش ممكن حد يعلمها لحد، هي بتبقى موهبة أساسا، دقة نظر، يعني فيها حرفية أكتر من، يعني مش مهنة تتعلم، مهنة تتحب، مهنة تتحب وبعد كده تكتسب بقى بالتعامل معها. لكن هي مهنة صعبة من ناحية التعليم، ما ينفعش واحد يعلمها لحد، يعني هي بتيجي الأول بالنظر وبعد كده بالممارسة. يعني أنا أساسا والدي كان ساعاتي، أخويا ساعاتي، لقطت منهم بالنظر وبعد كده اتعاملت باليد. أساسا المهنة دي بتيجي حب، مش بتيجي حد يعلمها لحد. يعني أنا ما استلمتش الوظيفة بسبب حبي للساعات، طول يوم صيانة وبيع وأكسسوار، وبتعامل مع ساعاتية وبتعامل مع زباين، لأن احنا هنا نعتبر يعني سنتر لقطع غير الساعات من مطروح لغاية أسوان. ده المكان الوحيد اللي هو فيه مجمع ساعات وقطع غيار لجميع الماركات. الاختلاف من زمان عن دلوقتي ان زمان كانت الساعات محدودة، يعني يتعدوا على صابع اليد اللي موجود سواء مالو او اوتوماتيك، انما دلوقتي بقى عدد الساعات وعدد الماركات عدد شعر الراس بالظبط. الفترة الأخيرة من ساعة ارتفاع الدولار ابتدت في حاجات كتير تنقص، وابتدت الأسعار تبقى في حاجات دبلرت وفي حاجات بقت 3 أضعاف. مهنة الساعات مهنة دقيقة، وبعدين بتاخد من النظر جامد، بتاخد من الفقرات، بتلحس الفقرات لأنها شغلانة بتحتاج توطية كتير. فالشغلانة أساسا مرهقة برغم أن أنا قاعد، بس مرهقة نظر وفقرات عنقية وفقرات عجزية. معايا ثلاثة يعني مثلا بحدد العيب بتاع الساعة، في حاجات ما بشتغلش فيها وأعرف ناس متخصصين فيها يعملوا كده. لازم طبعا ما فيش حد بيشتغل لوحده، لازم يكون في تيم ورك. في ساعات الحائط مثلا عندي 2 3، في ساعات الاوتوماتيك عندي، في ساعات الكوارتز عندي، لازم يكون في تخصصات، لان انا ما اقدرش اعمل كل ده، لان ما فيش وقت اعمل كل دوت. فلازم يبقى في تيم ورك معايا شغال عشان يبقى الاسم يفضل يكبر.